موسى بن جعفر اسمه وفي القلوب رسمه. جئتك قاصدا أيها الملك فأويني، منحني كتاب أمان من ذنوب ارتكبتها. يا من يلوذ بحرمك من تقطعت به السبل، لا تصدني عن بابك وأذن لي بالدخول. السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا باب الحوائج. عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، وفي هذه المسيرة المليونية وكأنها مسيرة العشق الكربلائي والسير نحو قبلة الأحرار، إنها مشاهد تعيد نفس المسيرة. فنحن وإياكم من قناة شهاب الفضائية لتغطية هذه المراسيم، فابقوا معي. هذا الإمام المعصوم في السجن مات مظلوم، هذا الإمام المعصوم في السجن مات مظلوم، فشاهد الطيور بصحنه تدور. هذه عودة لكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في هذه الأجواء التي تحبو صوب الكاظمية المقدسة لتأدية زيارة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، ونلتقي مع زائري الإمام الكاظم عليه السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجرك. الله يحفظك. منين جيتك؟ من يا منطقة؟ الزفرانية. هايش كم يوم لك تمشي؟ أول يوم. هذا أول يوم، الله يقوي حيلك. بماذا لقب الإمام الكاظم عليه السلام؟ الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. أحسنت، الله يبارك بك. إحنا عندنا هدية مقدمة من قناة شهاب الفضائية، هي مجلة مهدوية وأيضا شعار للفتى المهدوي. هذه مجلة مهدوية وهذا شعار باسم الإمام المهدي عليه السلام. إن شاء الله دائما في طريق الإمام المهدي. تياصف خامس ابتدائي، مجتهد؟ نعم. شنو تتمنى تكبر من تصير؟ ضابط. أحسن، ليش تصير ضابط؟ أحمل الوطن. أحسن، إن شاء الله ببركة الإمامين الكاظمين عليهم السلام. وأكيد عندك أمنية حتطلبها من الإمام الكاظم. نعم. شنو تطلب؟ أني أتعافى وأبوي يتعافى أيضا لأنه مريض بالسكر. الله إن شاء الله يشافي والدك بحق هذه الزيارة المليونية، وهذا من حبك ومن احترامك لأبوك. الله يوفقك إن شاء الله. الله يحفظك إن شاء الله. طريق السلامة. مشاهدينا الكرام، دائما نهتم بأبنائنا الصغار لأنه هم حيكونون بالمستقبل من خدمة الإمام الحسين عليه السلام. نشوف المشاعر اليوم اللي يحملها هذا الطفل، انه امنيته انه يتعافى والده من مرض السكر. الهي بحق موسى بن جعفر وهذه الزياره المليونيه ان يكون الشفاء لكل المرضى وان يحفظ العراق من كل بلاء. ابقوا معي. هذا الامام المعصوم في السجن مات مظلوم، فشاهد الطيور بصحنه تدور. حب الامام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجرك. عظم الله أجوركم. الله يحفظك. شنو اسمك؟ أنا اسمي دموع الفاطميات. دموع، ما شاء الله، الله يحفظك. دموع، أنت يا صف؟ أنا صف الخامس. الله يبارك بك. إن شاء الله دائما شطورة وناجحة. ويا من جاية؟ أنا جاية ويا أبويا. وبعد من جاية؟ أختي وياي. الله يبارك بكم. من يا منطقة؟ إحنا من بغداد. اليوم طلعتوا مشي؟ إن شاء الله. الله يحفظك حبيبتي دموع. نعم. حابة أسألك سؤال حتى أنطيش هدية مقدمة من قناة شهاب الفضائية. هذه الهدية هي مجلة مهدوية. نعم. السؤال، من هو والد الإمام الكاظم عليه السلام؟ الإمام الصادق عليه السلام. أحسنتي، الله يبارك بك إن شاء الله. هذه الهدية المقدمة من قناة شهاب. هذه يا فاطمة الزهراء، شوفيها شلون محجبة. وهذه المجلة المهدوية، وأيضاً هسه خلف الكواليس نعطيك هدية لأختك، والله يبارك بيك. الله يبارك بيك حبيبتي. حلو اليوم أنه بوجود المحتويات الغير مهمة الغير لائقة اللي انتشرت مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي، لكن نشوف اليوم المحتوى الناجح موجود وفي كل مكان، خصوصاً المحتوى المهدوي. اليوم نشوف أبنائنا مثقفين متعلمين دائماً يقرون سلسلة أهل البيت، سيرة حياتهم أيضا. فلما نسأل اليوم بنيتنا عن أسئلتنا الدينية، ممكن من هو الإمام الكاظم، عن حياته، تشوفها تعرف أنه عندها معرفة. زين أنت ليش رايحة مشي؟
على مود اروح اشوف الامام الكاظم عليه السلام وازوره. الله يبارك بك. عندك امنيه؟ نعم. شنو تتمني؟ اتمنى اصير معلمه. ليش؟ على مود اعلم الطلاب. احسنتي، الله يبارك بك. ان شاء الله نشوفك معلمه ان شاء الله، بس لازم نجتهد ونقرا اكيد ونقوي علاقتنا بالله عز وجل. نعم. انت دائما تقرأين، اقرأي دائما عن حياة السيدة فاطمة، تقرأين؟ نعم. احسنتي، الله يوفقك ان شاء الله. انتظرونا وان عودة وياكم. سجني مات مظلوم، فشاهد الطيور بصحنه تدور، حب الامام السابع من القلوب نابع، هنا الامان الدائم. هذه عودة مرة أخرى لكم مشاهدي قناة شهاب الفضائية في هذه التغطية الحية التي ننقل بها مراسم شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في هذه الحشود الموالية التي تحبو صوب الكاظمية المقدسة لتأدية هذه الشعيرة العظيمة، ونلتقي مع أبنائنا وبناتنا لعدهم حب وولاء لأهل البيت عليهم السلام. سلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله أجرك. الله هذا موكبكم هنا موجودين؟ صار كم يوم من جيت الموكب؟ تقريبا اسبوع. شنو اسمك؟ سيف علي. سيف، الله يحفظك. سيف، عملك هنا أنا خدمه و... نعم. وشنو اللي تسوي بالموكب؟ اخدم الزوار موسى الكاظم عليه السلام. الله يحفظك. من القاب الامام موسى بن جعفر عليه السلام، انطيني لقب واحد. باب الحوائج. الله يحفظك بحق باب الحوائج، وهذه هديه مقدمه من قناه شهاب الفضائيه. شكرا جزيلا لك، والله يوفقك ان شاء الله وتحسب لك هذه الخدمه. الله يوفقكم ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله اجرك. شنو اسمك؟ زهراء. زهراء، انت يا صاف اول. زين، ويا من جايه؟ ويا ابوي. صار كم يوم جاي نمشي؟ صار ايام. ثلاث ايام؟ ايه. وين سكنكم؟ وين بيتكم؟ بيتنا هنا بالزبيل. ها، وجايين هنا حتى تزورون الامام الكاظم كله مشي؟ ايه. ليش جيتي للامام الكاظم؟ جيت ازور. الله يوفقك ان شاء الله. شنو تتمنين من الامام الكاظم؟ اتمنى. شنو تتمنين انه تطلبينه؟ لانه الامام الكاظم وجيه عند الله. اتمنى يعطينا عافيه ان شاء الله. الله يوفقك. شكرا جزيلا، وهذه هديه مقدمه من قناه شهاب، مجله مهدويه. بسجني مات مظلوم، هذا الامام المعصوم. هذه عودة مرة أخرى لكم مشاهدي قناة شهاب الفضائية، هذه القناة المباركة التي تغطي هذه الحشود المليونية التي تحبو صوب الكاظمية المقدسة، وكأنها مشاهد من زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حتى نلتقي مع خدمة الإمام الكاظم عليه السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو اسمك؟ أحمد. الله يبارك بك. أحمد، دا تخدم موكبكم؟ إيه. شقد عمرك؟ عمري 12. الله يوفقك. بالمدرسة أكيد. إيه. يا صف. صف خامس. الله يوفقك. أحمد، راح أسألك سؤال. جاوب عليه. أكو هدية مقدمة من قناة شهاب الفضائية، هي مجلة مهدوية. بها حياة أهل البيت، وأيضا هيك لوجو بسيط. يحمل اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. أعطيتك الهدية بالبداية. من هو والد الإمام الكاظم عليه السلام؟ الإمام الصادق. أحسنت، الله يبارك بك. راح اسلم الهدية. الله يبارك بك ان شاء الله، ودائما على خدمة الحسين وعلى خدمة الإمام الكاظم وكل أهل البيت عليهم السلام. الله يوفقك. شكرا جزيلا. شكرا. في القلوب رسمه موسى بن جعفر اسمه، وفي القلوب رسمه. حتى تتعالى أصوات المواكب الخدمية، هذا الغريب منين؟ وين أهله راحوا؟ وين؟ ونحن على هذا الطريق والعشق المهدوي صوب الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى شهادة الإمام الكاظم عليه السلام، ونلتقي مع الزينبية المهدوية في هذا الرداء الزينبي، هذا الحجاب الإسلامي الشرعي. السلام عليكم. عليكم السلام. شنو اسمك؟ ريتاج. بارك الله بك. ريتاج، منين جيتك؟ من زعفراني. الله يبارك بك. جيتي لتأدية زيارة موسى بن جعفر شهادته؟ أسئل السؤال، بماذا لقب الإمام الكاظم عليه السلام؟ من باب الحوائج. أحسنتي، الله يبارك بك. وهذه الهدية من قناة شهاب الفضائية، هذه مجلة، مجلة مهدوية أيضا، وهذا شعر له. شكرا إليك. عفوا. بصحنه تدور حب الإمام السابع
من القلوب نابع. هذه عودة لكم مرة أخرى، نلتقي مع خادم الإمام الكاظم عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام. سلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله أجرك. أجر عبد الله. الله يخليك. شنو اسمك؟ علي. علي الله يبارك فيك. علي أنت هنا تخدم جاي من الشاي؟ لا أخدم الله ممكن. الله يوفقك. علي حسيلك سؤال، من هو والد الإمام الكاظم عليه السلام؟ إمام الصادق عليه السلام. الله يبارك بك إن شاء الله، وهذه هدية مقدمة من قناة الشهاب. شكراً إليك. مذهب القباب ويسحر الألباب فخاب من. السلام عليكم. وعليكم السلام. عظم الله أجرك. الله يحفظك. شنو اسمك؟ ملاك. ملاك منين جيتي؟ من يا منطقة؟ من جسر ديالي. الله يحفظك. ليش جيتي؟ عمدن أزور. الله يحفظك. حسيني السؤال، من جاوبيني حتنطيك هدية، هدية مهدوية أيضا. بماذا لقب الإمام الكاظم عليه السلام؟ بباب الحوائج. يحفظك باب الحوائج إن شاء الله. هذه الهدية مقدمة من قناة شهاب الفضائية. شكرا لك ملاك. عفو. والله يحفظك إن شاء الله على هذا الحجاب الإسلامي، هذه العباية الفاطمية. الله يوفقك إن شاء الله طريق السلام. وفي القلوب رسمه ابن الإمام الصادق. إلى هنا مشاهدين الكرام تنتهي هذه التغطية مع أبنائنا وبناتنا اللي تبادلنا وياهم الأسئلة والأجوبة بخصوص شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راهب آل هاشم، راهب آل هاشم.